السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد صباحكم أينما كنتم. معاكم عادة الحياة من الدنيا الفانية، ومتابعين الكرام وحشتوني جدا جدا جدا. على الرغم من فوائد البصل الكتير جدا جدا، اللي هو بيعتبر مضاد حيوي طبيعي في البيت سواء كان هو أو الثوم، اللي ناس كتير جدا ما بتحبش إنها تاكله، لا انا بقولك النهارده وبعزمك ان انتي تاكلي البصل المشوي. بتدخلي البصل سواء كان ابيض او كان احمر، يعني ما فيش مشكله، بتدخليه الفرن وبتشويه وبتاكلي. ايه الفايده اللي هو هتعود عليكي لو انتي عملتي ده؟ عزيزي المشاهد، لو اول مره بتزور قناتي، فضلا منك وليس امرا قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامه الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو اذا عجبك. اول حاجه معانا هتعود علينا هو يخلصنا تماما من حب الشباب. طول ما المعده نظيفه ورايقه، الوش رايق من الحساسية، تصلب الشرايين، حساسية الصدر، تسوس الأسنان، الصرع، الكحة الناشفة أو اللي ببلغم، يعني الاتنين، احتباس الطمس، صديد البول، الحمى، الأملاح وخاصة أملاح الكلى، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الدهون الدم الثلاثية، التهاب الأعصاب، وطبعا بتشمل التنميل والحرقان، هشاشة العظام، العدوى بالأميبا، طنين الأذن، ديدان البطن. هو مضاد حيوي قوي جدا في حالة الجروح والقرح زي القدم السكري. ده بالنسبة للعشرين فايدة اللي هي هتعود علينا لو احنا أكلنا البصل. طريقة تحضيره ازاي؟ بتغسلي كويس جدا، بتشيل اول طبقة واحدة بس، يعني اول طبقة من بره، وبعد كده بتشيلي من هنا الديل بتاعه. ان شاء الله هبقى اعمل لكم وصفة عن البصل المشوي. وبتحطيه كده، بترصصيه كده في الصينية بتاعتك، طبعا بتشيلي القمع بتاعه وبتحطيه وبترصصيه في الصينية بتاعتك، وبتدخليه الفرن ان هو يتشوى. البصل يعتبر مضاد حيوي، وتقدر ان انت كمان تطولي شعرك عن طريقه. لو انت خدت بصلة حمراء كبيرة وقطعتها قطع صغيرة وضفت اليها مية وغليتيها لما يطهر، ومعلقتين او 3 معالق من زيت الزيتون على فص ثوم، وغسلت بيها شعرك وسبتيه على شعرك لمدة ساعتين، وبعد كده غسلت شعرك بأي شامبو، هيطول لك الشعر، هيعزز لك النمو، هيعالج لك الهيشان. بتستخدمي وصفة البصل دي قد ايه؟ بتستخدميها 2 مرات في الاسبوع. وصفة متجربة مني شخصيا، وحصل على 6 مليون على اليوتيوب، 6 مليون مشاهدة. تقدري طبعا ترجعي الى التعليقات وتتأكدي بنفسك انها بتجيب نتيجة. يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بجزء بسيط. متابعين الكرام، لو بيعجبكم مواصفاتي، فيديوهات، اي حاجة بنزلها بشكل عام، ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.